هنتبل الفراخ تتبيله حلوه كده، يا دوب هي رشه ملح ورشه فلفل اسود، هي دي التتبيله؟ لا، احنا لسه هنتبلها تاني بعد ما تاخد الصدمه بتاعتنا على الطاسه اللي على النار. قبل ما ابدا حلقتنا وانا حطها بتسخن، تسخن قوي 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 قوي. ليه تسخن قوي؟ طب ما احنا لما نحط لها الزبده والزيت هتتحرق. لا، احنا هنحط لها الزيت الاول علشان ما يتحرقش، وبعد كده انزل لها الزبده عشان اطعم الفراخ. رشه ملح وفلفل اسود بسيطه كده على الفراخ قبل ما ابدا ان انا اديها الصدمه. انا هديها الصدمه مع حبه توابل، هديها الصدمه مع حبه توابل، وبعد ما تاخد الصدمه اروح مجمعه بقى الخضار كله مع حبه صلصه طماطم كده متسبكين، وابدا ان انا احطهم. بقول لك ايه، انا مش هعملها ورقه ما. ممكن اغير اسمها؟ ممكن صينيه فراخ بالبطاطس او صينيه فراخ بالخضار. خلينا صينيه فراخ في الخضار عادي. الفراخ عندنا مغسوله ومنقوعه في ميه وملح ومعموله بالشكل ده كده. هبدا ان انا ارش عليها رشه من الملح كده ورشة فلفل بالشكل ده كده، واما اجي اديها الصدمة هروح برضو مديها رشة ملح ورشة فلفل. طيب، عندي الطاسة سخنة قوي. ليه بسخن الطاسة قوي؟ اولا علشان تديها صدمة. ويعني ايه اديها صدمة؟ يعني اول ما انزل سواء اللحمة او الفراخ بتاعتنا تلم، تتصدم وتلم علشان تحتفظ بالعصارة جواها ما تبقاش ناشفة. لو انا حطيتها والطاسة عندي مش سخنة هتبدأ تنزل السوائل بتاعتها وتبدأ ان هي بعد كده تشربها وتبدأ حتة اللحمة او حتة الفراخ نفسها تبقى ناشفة، لكن انا مش عايزة كده. انا عايزة حتة اللحمة او الفراخ تبقى جوسي محتفظة بالعصارة بتاعتها لما اديها الصدمة. بصوا كده، ادي حبة من الزيت، وطبعا علشان حاطة زبدة فانا حطيت الزيت الاول علشان ما يتحرقش معانا. ادي الزبدة بالشكل ده. طبعا الطاسه بتاعتنا سخنه قوي، لو كنت حطيت الزبده الاول كان زمانها غامقه ومحروقه وشكلها مش هيكون لطيف خالص. بالشكل ده كده اخد الفراخ بتاعتنا اللي حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود وانزل على الجزء اللي انا رشيته، بسم الله، او بمعنى اصح على الجلد. مقاديرنا على الشاشه بتقول ايه؟ معانا وراك فراخ، طبعا ممكن تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، عايزين تعملوها اجنحه دبابيس بس زي ما انتوا عايزين. احنا النهارده ربنا كرمنا بثلاث وراك مقطعينهم كده عشان يدونا ست قطع بالشكل ده. تتبيله الفراخ بقى نفسها، معايا زبده وزيت ودول اللي حطيتهم في الاول، معايا ايه؟ بهارات فراخ وخلنجان بودر، ومعايا ايه تاني؟ ومعايا كاري وشويه بابريكا وملح وفلفل اسود. زي ما انتم شايفين كده حطيت رشه الملح والفلفل الاسود ورحت منزله الفراخ على الجلد على الناحيه اللي حطيت عليها الملح والفلفل الاسود، واديني تبلت الناحيه الثانيه. طب ده كده الملح والفلفل الاسود هو كده الطعام؟ لا، ما الطعامش، انا كده يا دوب بدي بس احياء بسيط. بعد ما يبدا ان هو ياخد الصدمه من ناحيتين هبدا احط له التوابل اللي هي البهارات الفراخ والبابريكا والخلنجان والكاري بعد ما تاخد الصدمه وانقلها الناحيه الثانيه. طيب ده كده تمام. الخضار بتاعنا بقى هنجيب بوله كبيره كده واحط فيها ايه؟ هحط فيها بصل جوليان وهدبله بشويه ملح وفلفل اسود علشان يدبل معايا. يدبل مش يتبل، انا بدبل مش بتبل. بالشكل ده كده. تسلم ايدك. بالمنظر ده بدبل البصلاية. في ناس ما بتحبش البصل يبقى ظاهر في صينية البطاطس مثلا او صينية الخضار، وبيبداوا ان هم يعملوه مفروم خالص ناعم جدا ما يبانش. دبلنا البصلايه كده، انزل بالفلفل وانزل بالجزر مكعبين المرقه، كل ده اصلا هيدوب. بالشكل ده كده عندي هنا بطاطس متحمره نص تحميره. ليه يا نونا ما حطيتهاش نيه؟ عشان انا لو حطيتها نيه هتبقى عامله زي البطاطس المطبوخه وهتبدا ان هي تدوب معايا والكلام ده كله، وانا مش عايزه ان هي تبان اكنها بطاطس مطبوخه، لا انا عايزه ان هي تبان معايا ماسكه نفسها تبقى متشمعه. هبدا ان انا اقلب الفراخ الناحيه الثانيه. بص الشكل بتاع الفراخ، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟
شايفين الصدمه اللي واخداها الفراخ، خلت اللون بتاعها عامله ازاي. بسم الله الله اكبر، بصوا المنظر. ارجع بعد ما خدت اللون بتاعها كده انزل بقى بالتوابل بتاعتنا. بصوا انا بحط هنا النص وهنا النص، بصوا كده هنا الحلنجان علشان يسوي لي الفراخ بسرعه، لكن النص التاني مش هحطه. الكاري وحبه هنا بهارات الفراخ والباقي هنا. يبقى انا كده حطيت التوابل بتاعتي كلها سواء على الفراخ عشان تبقى متطعمه ومتبهره بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجه كده زي ما بيقولوا زي كتاب مقال. هل الزبده والزيت اللي انا حمرت فيهم الفراخ دي والعصاره كلها الجميله دي نزلت هستغنى عنه وهرميه؟ مش الكلام ده، ده انا هقلبه هنا مع بعضه واحطه مع صينيه الفراخ دي. ريحه بهارات الفراخ مع البصل والبطاطس المتحمره في منتهى الجمال. ارجع بعد كده عندي صلصه طماطم وعندي معلقتين صلصه طماطم، هاخد ده على ده واقلبهم مع بعض كويس واملح بقى، لان انا هنا ما ملحتش، انا يا دوب حاطه بس ايه سنه ملح وسنه فلفل اسود اللي دبلت بيهم البصله، لكن انا عايزه بقى الحياء بتاعنا. وما تنسوش وانتوا بتحيقوا ان احنا حاطين مكعبين من المرقه، فانا برضو مش عايزه الحياء يبقى عالي بالشكل ده كده. اقلب ده كله كده مع بعضه بالشكل ده، والفراخ بتاعتنا الروايح بتاعتها الله اكبر. واروح منزله كده. بالمنظر ده. اخلط كله مع بعضه كده. واكون محضره الصينيه بتاعتنا او البايركس بتاعنا. فين البايركس يا شباب؟ اعمل كده. الله اكبر اللهم بارك. ريحتها عايزه اقول لكم فعلا تحفه بالشكل ده. ننضف حوالينا ونلم الدنيا ونرجع بقى ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي نحطها على الوش بتاعت البطاطس. بصوا شكلها عامل ازاي، اكنها فراخ مشويه. بصوا المنظر الله اكبر، حاجه كده تفتح النفس. شايفين الشكل عامل ازاي؟ يلا بينا يا حمدي. بسم الله. قول لنفسك الكلام ده. شايفين كده؟ شايف يا حمدي الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. نروح بقى واخدين يا حمدي الزبده بالزيت ده وابدا اعمل كده. بالعصاره بتاعته بكله بالمنظر ده. ونروح قافلين فويل ونحط في الفرن، ولا تزودي ميه ولا تزودي اي حاجه. البصل والفلفل وكل البصل وفلفل وكل الخضار اللي احنا حاطينه هيبدا ينزل السوائل بتاعته، تطلع لك احلى صينيه فراخ بالبطاطس اكنها والله مشويه. مش هتقولي ان هي معموله بالشكل ده. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200. حط الصينيه في الرف الوسطاني ونقول لها باي باي لحد ايه اخر الحلقه. يلا نقفل كده ونسيبها في حلقه. هحط الزبده بسم الله. انزل عندي توم، هنزل بالتوم الاول عشان اطلع الروائح الحلوه بتاعته، وبعد كده انزل بالبصل، وهنزل بباقي المكونات واتبلها وابهرها لحد ما ترجعوا ليها يا دوب بقى لونه ذهبي كده ما يغمقش. وانزل بالبصلايه اشوح الحلو ده كده كله مع بعضه. عندنا ايه؟ عندنا جزر متقطع مكعبات
صغيرة، وعندنا فلفل الوان، وسنة من الفلفل الحامي لو انت بتحبيه سبايسي، مش عايزة ما تحطهاش، سنة بسيطة مش هحطها كلها. هقلب ده كله مع بعض واتبل البهارات بتاعنا مقدار رز. اهم حاجة تعيريه بالكوباية علشان تعرفي هتحطي قصاده قد ايه مية. يلا بينا مقاديرنا. رز مبهر بالخضار، معايا 3 كوبايات ونص رز بسمتي، وارجع واقول مش شرط حضرتك تعملي نفس الكوبايات اللي انا عاملاها، ممكن تزودي ممكن تقللي على حسب اللي انت عايزاه، اهم حاجه عقد الميه اللي احنا بنحطه. طيب الرز دوت علشان يستوي معايا او ياخد معايا الربع ساعه بالظبط او ال 15 دقيقه اللي قلت لحضراتكم عليها، لازم يتغسل ويتشطف كذا مره ويتحط في الميه من الحنفيه عاديه خالص لمده نص ساعه. يتنقع لمدة نص ساعة. طيب الخضار بقى اللي انا مستخدماه النهارده معايا ايه؟ معايا جزر مكعبات، معايا التوابل، لا هو في ورقة قبل دي صح؟ ايوه، معايا بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل حامي، معايا فلفل الوان مفروم، معانا ايه كمان؟ معانا جزر مفروم، مش مفروم، هنقول مكعبات صغننة علشان يبقى في نفس التقطيعة بتاعت الفلفل. معايا ايه كمان؟ معايا جزر وايه تاني؟ يلا يا شباب يلا الورقة التانية. جزر مكعبات، التوابل بقى بتاعتنا، عندي زعفران بودر وكاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل اسود وشويه جنزبيل بودر، وحطيت بصراحه وممكن رغده استاذنها ان هي تزودها لنا، حطيت حبه بهارات فراخ عشان ابقى لما الموضوع مع بعض عشان الفراخ اللي انا عاملاها. طيب شوحت ده كله مع بعضه في حبه زبده وحبه زيت وتبلت الحاجه كويس قوي، وهرجع دلوقتي اروح نازله عليهم بالثلاث كوبايات ونص رز اللي منقوعين نص ساعه ومتصفيين بالشكل ده كده، ومجرد مسقط الميه المغليه، وبرجع واقول تاني اهو المغليه، نحسب على ايدينا ربع ساعه بالظبط. بصوا شكل الرزايه اصلا هيطلع تحفه. احنا حطينا هنا 3 ونص رز عليهم قد ايه ميه؟ 7 ميه. قال لو الله واحد ملوش تاني، 3 4 5 ادي 6، وهم المفروض 7 كوبايات بالظبط. مجرد ما حطينا الميه وزي ما حضراتكم شايفين كده ان هي بتغلي، نحسب على ايدينا ربع ساعه بالتمام والكمال، 15 دقيقه بالشكل ده كده، تمام جدا بالمنظر ده، 15 دقيقة وناخد الرز اللي احنا عايزينه مستوي وتمام وزي الفل. ندوق الحياء، بسم الله، على الشعرة، سبايسي شوية بس مظبوط الملح بتاعه على الشعرة، نعمل كده وتمام وزي الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى سامعين؟ يعني يكفي الصوت أساسا، يكفي الصوت بتاع الفراخ. حبه رز مبهرين بالخضار قسما بالله ما هتدوقوا زيهم في اي حته الا لو انتوا عاملينهم بايديكوا زي ما انا ما عامله كده. يلا يا حمدي نشوف الرز وهو بيتزحلق من الحله، عشان لما نقول الرز بتاعنا ما بيلزقش في الحله يبقى عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما تبص كده معايا، اوعى، شايفين حبة رز مزحلقين من حلة ما بيلزقش فيها الأكل زي ما حضراتكم شايفين كده. استنى ننزل باقي بالشكل ده كده، المنظر ده، بسم الله ما شاء الله. حبة رز يا جماعة، يا نهار أبيض، الريحة بتنادي، والله العظيم الريحة بتنادي كده. حلة بتلمع، شايفين المنظر؟ حبة رز بيتزحلقوا، ما تقوليش اصل في رزاية لازقة، مفيش الكلام ده، مفيش رزاية محببة، مفيش رزاية محصولة، الربع ساعة خلصت وكنا قافلين على الرز بتاعنا ده في الجوانب، ده من السمنة يا حمدي. بص الرز بيتزحلق اهو اهو، بص
ده عايزين سباتيولا دول وايه ويخلي لك ايه. بص شايفين المنظر؟ عشان لما اقول لكم ان طقم الحلل ده تحسوا ان في بركه في الاكل، يعني بتعملي الاكل بيطلع لك ببركته. زي ما انت ما عامله، عامله كيلو رز هتاخدي كيلو رز وزياده بالخضار بتاعه. زي لو النبي لو وزنتيه على الميزان هيطلع لك يعني بالمتر.